وبهذه المناسبة العطرة، مناسبة عيد الميلاد المجيد، أقيمت في مختلف الكنائس الرسولية في المملكة الصلوات والقداديس الإلهية. ففي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان، ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداسة الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد، بمشاركة كاهن الرعية الأب أنطوني هرمات والأب جهاد شويحات وجموع من المؤمنين. أشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله. سكن بيننا، هي حرفيا نصب خيمته بين خيامنا، أصبح واحدا منا، أتى لكي يعيش حياتنا، لكي يشاركنا همومنا، يشاركنا صعوباتنا، يشاركنا مخاوفنا. في هذه السنة يأتي إلينا ويجدنا وقلوبنا مثقلة بسبب ما مر علينا بهذا العام الماضي بسبب الوباء. خسرنا أحباء لنا، خسرنا أناس عرفناهم بسبب هذا الوباء، نحن أو أناس عرفناهم أيضا عانوا بسبب هذا المرض. يجدنا وفي قلوبنا هموم وتخوفات، وتخوفات من المستقبل، بعد أن كنا نظن أن هذا الوباء سينتهي خلال أسابيع أو أشهر قليلة، الآن لا نعلم متى سينتهي هذا الوباء، ومع الوباء كل الصعوبات والمعاناة الاقتصادية. يأتي يسوع لكي يعيش حياتنا، لكي يشاركنا حياتنا، لكي يتحمل همومنا ومصاعبنا معنا، ولكي يبكي معنا فقدان أحبتنا، ولكنه يأتي لكي يكون النور الذي يشرق في الظلمة. وهذا ما يقوله لنا القديس يوحنا في بداية الإنجيل الذي استمعنا إليه قبل قليل، النور يشرق في الظلمة ولا تغشاه الظلمات. رعى سيادة المطران خريستوفورس عطلة اليوم الاحتفالي الذي أقامته رعية كنيسة القديس نيقولاوس في ماركا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. تضمن الاحتفال أمسية تراتيل وأناشيد قدمها طلاب مدارس الأحد، بالإضافة إلى مسرحية كوميدية أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال. حضر الحفل عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع من أبناء الرعية. وفي كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، وبرعاية المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك في الأردن، أحيت الجوقة البيزنطية في الكاتدرائية الأمسية الميلادية السنوية بعنوان ولدت فولدنا معك. تضمنت الأمسية التي حضرها الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقف العام في المطرانية والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات شويريات، وحشد من أبناء الرعية، مجموعة من التراتيل البيزنطية والغربية في هذا الزمن المقدس. فرحوا زيني عيد الميلاد، ساحة المدينة صارت أولاد، أمل جديد وحب جديد لعيد الميلاد. فرحوا زيني عيد الميلاد، ساحة المدينة صارت أولاد، أمل جديد وحب جديد لعيد سماواتي فاستقبلوا. المسيح على الأرض فارفعوا، أيتها الأرض كلها رنمي للرب، ويا شعوب سبحوا لأنه قد تمجد. لنصرخ نحو المولود من الآب قبل الدهور بغير استحالة، المسيح
الذي تجسد في آخر الأزمان من البتول بغير زر. قائلي يا من رفع شأننا قدوس أنت يا احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب زيد حبابة كاهن الرعية قداساً إلهياً في كاتدرائية القديس جوارجوس للروم الملكيين الكاثوليك بأم الصماق. حضر الاحتفال عدد من الأباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. كما احتفلت رعية كنيسة تيمار أفرام للسريان الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب كبرائيل دحو النائب البطريركي للسرياني في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة بمعاونة الأب بنيامين شمعون وحضور جمع من أبناء الرعية السريان. وفي كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدار وسط العاصمة عمان أقيم احتفال بهيج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. اشتمل الاحتفال على إقامة قداس إلهي ترأسه الأب مروان حسان كاهن الرعية بمعاونة الأب وجد طوال والشماس بييرو وحضور حشد من أبناء الرعية. احتفلت كنيسة القديس بولس الرسول في جبيها بعيد الميلاد المجيد في قداس إلهي ترأسه الأب سامر مدنات بمساعدة الكاهن سليمان حفاوي والأب طارق أبو حنة وبحضور الدكتورة باسمة سمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وعدد كبير من أبناء الرعية. وبعد الاستماع لعظة القداس التي ألقاها الأب مدنات تبادل الحضور التهاني بالمناسبة السعيدة. هنالك رب يحبنا، هنالك أب لم يتركنا، أرسل ابنه حتى يكون معنا حتى يعطينا الجواب، ولكن مطلوب منا أن نفتح الباب، مطلوب منا أن نستضيفه، مطلوب منا أن نجعله حاضرا في حياتنا من خلال علاقتنا اليومية اللي بنعيشها معه، بصلاتنا، بسماعنا كلمته، بحفظنا لإلها وعيشنا إرادته المقدسة. خلينا يا إخوتي في هذا المساء ننهل من هذا الفرح العظيم اللي الله بيعطينا إياه، ونجد السيد المسيح الحاضر بيننا ومعنا في مغارة الميلاد، في حياتنا اليومية البسيطة. السيد المسيح الحاضر معنا وفينا من خلال حياتنا اليومية اللي احنا متعودين عليها، ولربما منا كثير يعاني منها، يتألم، يحتاج إلى من يرافقه، يحتاج إلى من يقوده، يحتاج إلى من يعزيه. خلينا نفتح الأبواب للرب ونقبل حضوره ونشكر عليه. حتى هذا الطفل المولود يعطينا النور والسلام والفرح في هذا الميلاد. آمين.